السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفه اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيكه عجيبه بدون حاجه للقالب العجيب. كتجي محشوه بالموز اي البنان وبكريمه جد لذيذه. فدابا نخليكم مع الطريقه وايضا المقادير وفرجه ممتعه. بالنسبه للكيك اللي غادي نحضر معكم انا اليوم، فبسم الله على بركه الله غادي نحتاج ليه جوج كيسان من الدقيق الابيض المخصص للحلويات، قصته بهاد الكأس اللي غادي نعبر به جميع المكونات الاخرى. وعندي ايضا خنيشه ديال بيكن باودر اي خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام، وخنيشه ديال سكر فانيليا ما يعادل 7.5 غرام. وعندي ايضا كأس من الحليب البارد وكأس من السكر الخشن اي سكر سنيده، وكأس الا ربع من زيت نباتيه قصتهم بنفس الكأس اي كأس العنبة او اي كأس متوفرة عندكم. بالنسبة للمقادير غادي نخلي لكم مكتوبة تحت الفيديو في صندوق الوصف. عندي 3 البيضات بدرجة حرارة الغرفة، قبيسة ديال الملح، وجوج ملاعق من بودرة الكاكاو المر. فهنا بسم الله كناخد واحد الغربال كنغربل فيه المواد الجافة، الدقيق والبيكن باودر والبودرة ديال الكاكاو المر. هاد العملية كتسهل عليكم الخدمة ديال الكيك، فدائما من الأحسن تغربلوهم في الأول مع بعضياتهم، وبالاستعانة بواحد الملعقة كتخلطوهم مزيان حتى كيندمجو كيدخلو مع بعضهم، وكتخليوهم على جنب وإن شاء الله غادي نستعملوهم في التتمة ديال المقادير. هنا كناخد كاس ديال الطحانة الكهربائية كنوضع فيها البيضات بثلاثهم، ودائما جربوا البيض باش هكذا الا كانت شي بيضه فاسده ما تضيع لكمش المكونات اللي وضعته في الكاس الاولى. كنضيف جميع المكونات، سكر سنيده سكر فانيليا وقبسه ديال الملح والزيت والحليب، وكنخلطهم مع بعضياتهم جيدا مده دقيقه تقريبا حتى كيصبح داك الشكل كيبان لكم ابيض ديال الخليط وفيه واحد البقعات بيضاء من الاعلى. هذا كيبين لكم بان المكونات تخلطات مزيان مع بعضياتها. هنا كنجيب واحد الطاسه كنخوي فيها الخليط وكنبدا كنضيف الدقيق ديالي على دفعات، وبالاستعانه بالفوي كنبقى كنحرك حتى كنحصل على واحد الخليط ديال الكيك كيكون متماسك وجميع المكونات دخلت في بعضياتهم كيف ما كيتضح لكم على الفيديو. فهنا من بعد ما كنخلط المكونات جيدا مع بعضياتها كنجيب واحد المول، يمكن لكم تستعملوه يكون دائري او مربع على حسب الشكل اللي كتحبوا نتوما. كنكون مغلفه القاع ديالو بورق الزبده ودهنه بالزبده ورشه بشويه تاع الدقيق احتياطا باش ما تلتصق لياش الكيك، وكنرفع داك الطاسه الفوق وكنكب الكيك ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا، ومباشره للفرن اللي كنكون شاعله عليه من قبل وخليته غير من تحت مشعول كيسخن على ما نوجد الكيك ديالي. فانا عندي فرن ديال الغاز وكل شيء درا كتعرف الخلفيه ديال الفرن تاعها والطريقه اللي كطيب عليها الكيك. هنا الكيك ديالك كيطيب انا ندوز باش نوجد الكريمه اللي غادي نديرها كحشوه للكيك ديالي. فبالنسبه لمكوناتها عندي 100 غرام من بودره الشانتيي اللي كتلاحظوا معايا على الظهر ديال الكرتونه ديالها مكتوبه بالنسبه للمقاييس ديال الحليب ربع لتر اللي كتستعملوا فيها. هنا واحد الملاحظه صغيره، دائما بالنسبه لديك الكميه ديال الحليب استعملوا اقل من ديك الكميه اللي كتبان لكم على الظهر ديال الكرتونه باش هكذا تجيكم كريمه متماسكه وعاقده. هنايا استعملت 100 ملي من الحليب البارد فقط، وعندي جوج حكاك ديال بيرلي جبن كريمي. فيمكن لكم تستعملوا اي نوع متوفر عندكم بدون سكر او لا بالسكر على حسب الرغبه. وهنايا انا عندي بدون سكر فاستعملت جوج ملاعق كبار من السكر الناعم اي السكر ثقيل او لا سكر كلاسي. هنا كنجمع ديك المكونات اللي ذكرت لكم كلها مع بعضياتها في واحد الطاسه، وبالاستعانه بالطراب الكهربائي كنبدا نطلعها حتى كنحصل على واحد الكريمه متماسكه. فانا من بعد ما حصلت على المنقار كناخذ الطاسه ديالي كنجمع دوك الجوانب ديال الكريمه ومباشره كنحطها في الثلاجه باش هكذا تمسك ليا واحد شويه اكثر من ما هي متماسكه. هنايا الكيك ديالي من بعد ما طاب وصبح بارد كيف ما كتلاحظوا معايا دائما بواحد بالاستعانه بكيوردون او لا بسكين كتقبوا من الوسط الا طلع لكم ناشف فان الكيكه ديالكم طابت.
هنا الكيكه ديالي هي هذا الشكل ديالها، كيف ما كتلاحظوا معايا فهي ما كتجيش كيك طالع، لانه هنا الكيك ما خصوش يكون طالع بزاف. هنا بالاستعانه بواحد السكين كنترسي واحد الشكل دائري، ومن بعد كنبدا كنخوي الوسط ديال الكيك بالاستعانه بالملعقه حتى كنحصل على واحد الحفره يعني غارقه باش نعمرها بدوك المكونات اللي غنديرهم كحشوه لهاد الكيك. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا، من بعد ما يعني خويت الكيك ديالي من الوسط كنبقى نثبت في هذاك ديك الطبقه اللي بقات لي، كتكون طبقه ما هي غليظه ما هي رقيقه، كنثبت بها في الملعقه بحال هكذا كيف ما كتلاحظوا هنايا. بالنسبه لذاك الفائض فكندوز كنطحنو في الطحانه الكهربائيه حتى كنحصل على واحد الخليط على شكل بودره كما كيتضح لكم. كنبقى غادي على هذا المنوال حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله، ومن الاحسن تحتفظوا بهذاك الفائض اللي كيكون مطحون في واحد البواطه باش الا شات لكم تحتفظوا به في الثلاجه وتستعملوه في حال الكاسات او لا في الديسير كما تنقولوا هكذا حتى حاجه ما كتضيع. هنا كنجيب الكيك ديالي وكنست فيه الموز كيف ما كتلاحظوا معايا البنان كنستفو على هذا الشكل، ومن بعد كنخرج الكريمه ديالي من الثلاجه كيف ما كتلاحظوا معايا اصبحت متماسكه، كنوضعها من الفوق كنقببها يعني نديرها على شكل قبيبه يعني ماشي تسرحوها تكون مسرحه مسطحه، ديروها هكذا تكون مقببه ودوزوا شويه من هذوك الجوانب ديال الكيك، دوزوا عليهم شويه ديال الكريمه، ومن بعد دردروا عليهم هذاك الكيك اللي سبق لينا وطحناه كما كتلاحظوا معايا حتى كتغطوا ليها الوجه ديالها كله كتصبح مغطيه. هذا هو الكيك ديال اليوم، كنتمنى اعجابكم وتشاركوا الوصفه مع الاهل والاحباب باش هكذا تعم الفائده اكثر، وما تنسوش الانضمام للقناه الى اول مره كتشاهدوا القناه، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، وايضا الانضمام على المجموعه ديالي على الفيسبوك، وكنقول لكم بسلام عليكم الى حلقه قادمه ان شاء الله وفي امان.